عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن قادما من الجمهورية الفرنسية الصديقة هذا اليوم، بعد أن قام جلالته بزيارة إلى جمهورية هنغاريا أجرى خلالها مباحثات مع فخامة الرئيس يانوش أدير رئيس جمهورية هنغاريا الصديقة. أعقبتها زيارة إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة تلبية لدعوة تلقاها جلالته من فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أجرى خلالها مباحثات مع فخامته تناولت سبل تطوير وتنمية مجالات التعاون الثنائي والعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى التطورات والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد أشاد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بزيارة جلالة الملك المفدى إلى فرنسا، وأكد أن هذه الزيارة كانت مناسبة قوية ومتوقعة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتميزت ببرنامج مكثف ومحادثات جوهرية، كما أتاحت مناقشة القضايا الإقليمية والقضايا الثنائية.